أشكر موقف دولة الإمارات فيما يخص إعادة إعمار المناطق المتضررة أو المواقع الأثرية في مدينة الموصل. نشكر دولة الإمارات على كل مواقف ومساعداتها في دعم العراق في وباء كورونا. نشكر موقف الإمارات حقيقة في الحرب على داعش. الإمارات كانت لها موقف نبيل في دعم الحكومات العراقية في حربها ضد داعش. يجب أن نذكر كل المواقف النبيلة، وهذا مو غريب عليكم، هذا من شيمكم ومن قيمكم العروبية. العراق يبحث عن إخوانه وشقائه في العالم العربي، وأنا خادم لشعبي في أن أعمل على إعادة العراق إلى صف العربي ولا أخوته ولا أحبائه. أكرر مرة شكري لحفاوة الاستقبال لي والوفد المرافق، وإن شاء الله مش يشوفوا من عندنا إلا كل الخير. شكرا جزيلا. شكرا.